أهلا بكم متابعين فاستيفير، رجعنا لكم في لقاء جديد. اليوم متواجد معنا ضيف اللي هو من المؤسسين ديال شعبة علم النفس في مدينة الدار البيضاء، أو نقدر نقوله هو المؤسس ديال الشعبة في مدينة الدار البيضاء. معنا اليوم سي عبد القادر أزداد، أحد الدكاترة اللي معروفين اللي متخصصين في مجال علم النفس. أهلا بك سي أزداد. شكرا الأخت شيماء، شكرا لقناة أنفاس بريس، شكرا للطاقم. سي أزداد، تقدر تقربنا أكثر كيفاش تولجتي لمجال علم النفس؟ في الواقع أنا أشكر هذه القناة لانفتاحها على تخصص هو غاية في الأهمية، وخاصة في الظروف الراهنة التي تعيشها الإنسانية بشكل عام ونعيشها نحن كمغاربة كمجتمع مغربي بشكل خاص. التوجه إلى تخصص علم النفس يرجع بي إلى أكثر من ربما أقول تقريبا 30 سنة إلى الوراء، بعد حصولي على شهادة البكالوريا ثم ولوجي إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. أنذاك كان تخصص الفلسفة والجدع المشترك في السنة الأولى. بعد حصولي على السنة الأولى كان علي أن أختار بين ثلاث تخصصات: الفلسفة العامة أو علم الاجتماع وعلم النفس. فلظروف دقيقة واستثنائية لا يتسع المجال لذكرها تسجلت وقمت بتسجيلي في تخصص علم النفس آنذاك في سنة 1992 ربما أو 93. وكنت في كل سنة وكل مادة أليجها وإلا أشعر بنوع من الإثارة ونوع من البحث عن الذات، لأن كانت هناك نظرية في بداية القرن العشرين تقول بأنه نلجأ إلى الفلسفة عندما نحب المعرفة، ونلجأ إلى علم الاجتماع عندما لا نكون غير راضين على المجتمع، ونلجأ إلى علم النفس عندما لا نكون راضين على الذات. وأنا لم أكن راضيا على ذاتي، ولكن في إطار السياق الذي كنت أتواجد فيه والوضعية التي كنا كطلبة وكشباب يحلم كثيرا نعيشها آنذاك، لذلك وجدت في علم النفس المسار الذي كان يجيب على مجموعة من الأسئلة كانت تصاحب الذات والمجتمع في نفس الوقت. وقبل ما يعني ندخلوا لتفاصيل ديال هذه الشعبة هذه أو هذا المجال هذا، فنبغيو نتعرفوا على جزء من المسار ديالك المهني. مساري المهني، إذن بعد حصولي على الإجازة في علم النفس سنة 1977 لم أتخلى عن، كنت ذلك الصيف أهيئ للتسجيل في الدراسات العليا، كان هناك إصلاح ما يسمى بالدراسات العليا المعمقة يعني الديزا، فقمت بالتسجيل رفقة مجموعة من الزملاء. كانت هناك مساطر التسجيل بطبيعة الحال انتقائي إلى آخره، وقد اجتزت كل المباريات بنجاح وتسجلت في دبلوم الدراسات العليا المعمقة. بعد حصولي على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في تخصص علم النفس المعرفي في أواخر سنة 1999 قمت بالتسجيل مباشرة في الدكتوراه. التسجيل في الدكتوراه لأن لم تكن هناك آنذاك لا منحة لا في الدراسات العليا ولا في الدكتوراه، عكس الآن ربما هناك نوع من التحول الذي حصل، ولكن آنذاك لم يكن الطالب يحصل على منحة في الدراسات العليا ولا في الدكتوراه إلا القليل بطبيعة الحال. وبعد ذلك كنت أبحث عن العمل إلى أن حصلت عن العمل في إطار وزارة الطاقة والمعادن سنة 2003. بعد حصولي عن العمل وتعييني بالمديرية الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن بالحسيمة تازة تونات آنذاك، كنت أقوم بعدة مهام منها تفتيش مفتش الشغل داخل المعادن، مراقبة المنشآت الطاقية، القيام بالميزانية، ثم بشؤون الموارد البشرية، ثم شاسيع ان ريجيسور دو ديبونس اليبوك. يعني كانت هناك مجموعة من المهام الإدارية، وفي نفس الوقت لم أتخلى يوما عن التهيئ للدكتوراه، وكان أن حصلت على الدكتوراه وأنا في إطار الشغل بطبيعة الحال كنت أجد صعوبة في التوفيق بين البحث العلمي والمهام الإدارية التي لم أكن في يوم من الأيام أتخلى عنها لأنها هي مصدر الرزق أولا، ثم المهام الإدارية كانت تفرض أن يقوم الإنسان بالواجب. وفعلا حصلت على الدكتوراه في علم النفس المعرفي السنة في نوفمبر 2008،
بميزة مشرف جدا مع التنويه والتوصية بالطبع وتنويه اللجنة بشكل كبير. وكان آنذاك يعني كانت ميزة تشرفني وشرفتني كثيرا وساعدتني على أن ألتحق فيما بعد بالجامعة، لأنه كانت بمثابة الحافزية والدافع الأساسي الذي جعلني أن أضع معارفي رهن إشارة الطلبة بطبيعة الحال والمؤسسات الجامعية. في سنة 2009 التحقت بطلب مني، انتقلت إلى الإدارة المركزية بالرباط، إدارة وزارة الطاقة والمعادن، وكنت أشغل عدة مهام، أساعد في مصالح التعاون، ثم في إطار الموارد البشرية تدبير ملفات المتصرفين، شؤون المنازعات، كثير من المهام قمت بها وأفادتني كثيرا. وبالمناسبة في سنة 2010 يعني ذهبت في مهمة تكوينية في إطار يعني الاتفاقيات التي كانت قد وقعتها الوزارة مع وزارة تحديث القطاعات آنذاك ومجموعة من الإدارات في الخارج. كان أن قمت بتدريب مهم داخل معهد الإدارة العامة بالرياض بالعاصمة السعودية، واستفدت منه كثيرا. في سنة 2011 بعد إنجازي بعد يعني اجتياز هذه التكوينات في سنة 2011 قمت باجتياز مبارتين بعد الترخيص بطبيعة الحال للالتحاق بالتعليم العالي، واحدة في كلية الأدب المحمدية والأخرى بكلية الأدب عين الشق. من الصدف أنني نجحت فيهما معا، وكان أن حدسي كان يوجهني نحو الاستقرار بكلية الأدب عين الشق والاشتغال بها، وهو ما حدث وفعلا ولم يكن حدسي مخطئا لحدود الساعة بالنظر لما حققناه لحدود الساعة. سي أزداد، إذا كان ممكن، أنت أسست شعبة علم النفس في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، فالشعبة ديال علم النفس باش تأسسها في مدينة كمدينة الدار البيضاء فهو إنجاز، فكيفاش قدرتي توقع على هذا الإنجاز؟ هو في الواقع الأمر لم يكن سهلا، هذا جانب. ثم الجانب الثاني، فتأسيس شعبة من في هذا التخصص لم يرجع لي وحدي، لأنه كان هناك سيكون من الجحود ألا أذكر مجهودات زملاء آخرين والسيد العميد السابق للمؤسسة الذي دعمنا. كانت هناك ظروف استثنائية نعيشها كأساتذة علم النفس بالمؤسسة، كنا ندرس مع تخصصات أخرى، وكان هذا لا يروقنا كثيرا، لأن إما أن تكون مساهما فعليا في تطوير المؤسسة وأن تقدم تخصصك وتدافع عنه وتدرس وتقدمه للطلبة، أو لا تكون، وهذا كان زعما من الخيارات الصعبة التي عانينا منها. تأسيس تخصص علم النفس كان في البداية مسلك، في البداية كان مسلك يعني في الياق، ثم بعد ذلك بعد أن استوفى الشروط الأساسية من بينها الإقبال وبعض الأساتذة وعدد الأساتذة تحول إلى شعبة. بعدما تحول إلى شعبة، تأسيس المسلك كان في نوفمبر سنة 2016 برفقة زميلين لازال معنا في الشعبة وكان لهم دور أساسي، هما الأستاذ ليلى الشرقاوي والأستاذ السي أحمد الرياضي، ثم السيد العميد الأستاذ مراد مهوب الذي كان من الداعمين الأساسيين لهذا المشروع، بالإضافة إلى الرئيس السابق للجامعة، ثم الرئيسة السابقة أيضا الأستاذ عواطف حيار التي هي وزيرة المكلفة بالأسرة الآن في الحكومة الحالية. شعبة علم النفس هي واحد الشعبة اللي حديثة في الدار البيضاء، واللي هي واحدة من أكبر المدن في المغرب، ونقدر نقولوا هي كبرى مدن المغرب، فهاد الشعبة هذه واش كتشهد إقبال؟ علم النفس أستطيع أن أقول أنه على الصعيد العالمي مع أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين هو يشكل يعرف إقبالا مهما. لا أرجع إلى الأسباب الكونية التي تجعل الإنسان يقبل على هذه، من بينها أن الإنسان بدأ يبحث عن أجوبة لأسئلة تطرح، أسئلة شبه وجودية الآن تطرح على الإنسان كفرد ويجد لها أجوبة داخل علم النفس، كما كان في السابق بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عندما لجأت الإنسانية إلى الفلسفة كملجأ معرفي من أجل الإجابة على مجموعة من القضايا التي طرحت آنذاك، وفيما بعد السوسيولوجيا والأدب، والآن هناك علم النفس، لأن الآن في بداية القرن 21 هناك ميولات فردية للإنسان، فالإنسان أصبح يعيش وسط زخم من الأسئلة، هذه الأسئلة التي تحاصره سواء ذهنيا أو وجدانيا لا يمكن أن يجد لها أجوبة بعد انهيار الثقة في بعض الإيديولوجيات التي كانت سائدة إلى عهد قريب وبعد اضمحلالها
وأصبحت متجاوزة من طرف الزمن. بدأ الإنسان يبحث عن الحقيقة، عن الإجابة، عن الإشكالات التي تهمه في إطار العلم. وأظن أن العلم الذي يجيب على كل هذه الإشكاليات التي ترافق الإنسان كفرد وكفرد داخل سياق معين هو علم النفس بمختلف تخصصاته. لذلك نسجل هذا الإقبال المنقطع النظير على هذه التخصصات سواء محليا أو كونيا من طرف مختلف الفئات العمرية. يعني هاد الشعبة اللي ولات كيف ما قلتي كتشهد واحد الإقبال من طرف الطلبة وكيتزايد الإقبال عليها سنويا، شنو هما التخصصات اللي يقدروا أن الطلبة يولجوا لهم في هاد الشعبة من يختاروا أنهم يدرسوا هاد الشعبة هادي؟ علم النفس يدرس عندنا في الجامعة المغربية بنفس تقريبا نفس المستوى الذي يدرس في الجامعات الأخرى في الدول المتقدمة، فقط نحن تعوزنا الإمكانيات ويعوزنا الأدوات الاشتغال، لأن التخصصات هناك علم النفس النمو، هناك علم النفس المرضي، هناك علم النفس الإكلينيكي، علم النفس الاجتماعي، علم النفس المعرفي، تاريخ علم النفس، يعني هناك علم النفس العام، علم النفس التجريبي، هناك علم النفس العصبي، هناك أكثر. الآن أستطيع أن أتحدث عن أكثر من 50 تخصص موجودة في علم النفس، ولكن نحن نكتفي بدراسة التخصصات المعروفة والكبرى داخل السيكولوجيا، منها علم النفس المرضي والإكلينيكي، علم النفس الاجتماعي، علم النفس النمو، علم النفس المعرفي، ثم بعض الاختبارات وكل ما يتعلق بما هو تجريبي. بالنسبة للأفاق ديال شعبة النفس على صعيد سوق الشغل، أفاق أستطيع أن أقول بأنه الأفاق ربما نحن في الجامعة، الجامعة ليست مسؤولة إلى حد ما على تشغيل أو على حل أزمة البطالة الموجودة في بنيات المؤسسات، يعني سواء العامة أو الخاصة، ولكن أستطيع أن أتحدث عن جانبين. الجانب المعرفي لعلم النفس هو يقدم معرفة مهمة تهم تدبير الإنسان لإشكالياته مع ذاته ومع الآخر ومع المؤسسات، وكيف يطور من إمكانياته ومن كفاءاته. ثم أن الجانب المتعلق بالتشغيل، أستطيع كذلك أن أقول بأن هناك أفاق واعدة لتشغيل هؤلاء الشباب، فقط يجب على المؤسسات الموجودة في المجتمع سواء العامة العمومية أو الخاصة أو شبه العمومية أن تنفتح على هذا التخصص، لأن هذا التخصص يمكن أن يقوم أو يساعد على حل كثير من المشاكل التي تنشأ بفعل نزاعات الشغل مثلا، بفعل عدم اندماج الأفراد، بفعل التكيف، بفعل معرفة خصوصيات والمهام التي تسند إلى كل فرد على حدة. شعبة علم النفس في المغرب واش كتحدى في نظرك، واش كتحظى بالقدر الكافي من الاهتمام من قبل الجهات المعنية بتسيير هذا القطاع ديال التعليم العالي؟ في الواقع تخصص علم النفس في الدول المتقدمة أصبح ينفصل شيئا فشيئا عن المؤسسات الجامعية الأخرى، وأصبحت تخصص له معاهد خاصة. نتحدث في فرنسا مثلا عن معهد السيكولوجيا وفي دول أخرى، لكن عندنا في المغرب لا زال مع الأسف يدرس بجانب المواد الأدبية والمواد ذات الطابع الفقهي وطابع أدبي تقليدي كلاسيكي، مع العلم أنه هو صحيح أنه مرتبط بالعلوم الإنسانية، ولكن يجب أن تخصص له عناية خاصة من حيث الأدوات والمنهجية وحتى عدد الطلبة، لأنه نحن نشتغل في كلية الأدب في إطار المؤسسات التي تسمى ذات الولوج المفتوح، أي كل طالب لو حاصل على البكالوريا يمكن أن يلجا إلى هذه المؤسسة. ولكن من المفروض إذا أردنا أن نرقى بهذا التخصص إلى مستوى يعني يفيدنا في المجتمع وأن يكون يقدم خدمة مهمة للفرد والمجتمع وللمؤسسات، من المفروض أن نرقى به، أن نوفر له الأطر، الموارد البشرية وحتى المسائل المادية والتجربات والمختبرات والإمكانيات حتى نساعد الطلبة على تطوير آفاقهم في كل ما يتعلق بالبحث العلمي وتطوير آفاق هذا التخصص داخل المجتمع المغربي. سي عبد القادر، مني كندويو على شعبة علم النفس أغلبية الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفة بهاد الشعبة هادي، فكيبقى عندهم واحد الخلط ما بين علم النفس، الطب النفسي، وحتى علم الاجتماع والفلسفة، فكيفاش نقدروا نميزوا من هاد التخصصات كاملة؟
هناك نوع من الخلط. أولا أتحدث عن مستوى من الخلط يقع في التمثيلات الشعبية. علم النفس لدى الفئات الشعبية هو يحمل وصمة أو تمثلا خاطئا عن ما هي هذا العلم الحقيقية. علم النفس ليس هو علم الاضطرابات، وليس هو علم الأمراض العقلية، وليس هو علم الحمق، وليس كل هذا الشيء، هذه الأمور هي بمثابة وصمة وتمثلات سلبية ارتبطت لعقود بهذا التخصص. الآن أستطيع أن أقول وأتحمل المسؤولية من الناحية العلمية بأن علم النفس هو علم لتطوير الكفاءات، هو علم إيجابي يقدم مسارات دقيقة وعلمية، وهو من أقرب العلوم الإنسانية إلى العلوم الدقيقة. أستطيع أن أقول بأنه يساعد على تطوير الكفاءات ويساعد على رسم المسار الصحيح. فكل الأشياء أصبحت الآن بفعل علم النفس قابلة للتعلم بما في ذلك الذكاء. هناك إمكانية تعليم الذكاء أو تدريب على الذكاء بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في مستوى الذين يوجد ذكاؤهم في مستوى أقل يصبح أكثر ذكاء. وهناك ما يسمى ببرامج المساعدة المعرفية التي تقدم للأفراد من أجل أن يصبحوا أن يتجاوزوا التعثرات التي يعانون منها في تدبيرهم لمهامهم وإشكالياتهم وحلهم للمشكلات. فالسيكولوجيا الآن أصبحت سيكولوجيا حل المشكلات عن طريق عرض برامج تكوينية وبرامج معرفية بعد التشخيص بطبيعة الحال، لكي يصبح الإنسان أكثر إنجازا وأكثر قدرة على التفاعل، وحتى يفصل بين فشله كشخص وفشله في تدبير الاستراتيجيات. فهذه الأمور أصبحت تتعلم، حتى أصبحنا نتحدث عن تعلم التعلم. في الأخير سي عبد القادر، نبغيو نعرفوا شعبة علم النفس بالنسبة لك أنت، شنو هما الأمور اللي كتمنى والأهداف اللي كتمنى أننا نوصلوا لها ونحققوها في هذه الشعبة هذه؟ يعني كيفاش نقدروا اننا نهضوا بهذه الشعبه هذه وبهذا التخصص؟ علم النفس من التخصصات المهمه لكل مجتمع. نحن الان في القرن 21، لا مجال للصدفه، فكل الاشياء وكل الظواهر تحتاج الى مقاربه علميه حتى نسمو بمجتمعنا على جميع الاصعده الاقتصاديه، الثقافيه، العلميه، السياسيه، الفكريه، كلها تحتاج الى هذه العلوم من اجل مقاربه الظاهره السيكولوجيه. فالظاهره السيكولوجيه هي ذات ابعاد متعدده، لذلك لكي يعني نساهم في تطوير المجتمع ونساهم في التنميه لابد ان ندخل علم النفس في كل المجالات حيثما يتواجد الانسان. فعلم النفس موضوعه هو السلوك وسلوك الإنسان، والسلوك ليس فقط السلوك الخارجي للإنسان، بل حتى الاشتغال الذهني هو جزء من السلوك أيضا، حتى التلفظ، حتى كل هذه الأشياء، حتى نستطيع أن يصير الإنسان إنسانا يواكب التطورات ويستوعب المستجدات التي تواجه البشرية كاملة. فلا بد من إدخال علم النفس، لأن له تخصصات لا يسع المجال لذكرها، وله إشكاليات وله إجابات على مختلف. إذا أدخلنا خاصة علم النفس المعرفي وعلم النفس العصبي وكل التخصصات التي هي حديثة الآن تستعمل من أجل التنمية وتطوير الكفاءات الإنسانية. شكرا لك بزاف سي عبد القادر على هذا الوقت اللي خصصتي لنا وهذه المعلومات اللي عطيتينا. مشاهدينا، هكا نكون وصلنا لنهاية لقائنا اليوم، على أساس أننا نتلقاكم في لقاء جديد، موضوع جديد، ومع ضيف جديد. بسلام عليكم.